أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة مجددة في برنامج وجهة نظر. اليوم عندنا لحظة أنا اليوم بقدم الحلقة. أوكي آسف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين حلقتنا اليوم اخترنا أنا والأخ محمد يكون مغلبنا مع الفنانة الأستاذ رائعة حليمة بولند. محمد لكشن عندي ها؟ الأكشن عندي محمد ها؟ يلا شباب كيف جاهزين؟ 3-2-1 أكشن. يا ضحكة لا تجلع لا تجلع. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما لا يا مرة شوف مذيع أهلي على الأكشن. لا عشان أنا بس. يلا أوكي. أنت ما تسوين كذي؟ لا أكيد في مخرج بالعمل. هذا المذيع المتمكن يسوي كذي. يلا. أعزائي المشاهدين كل عام وأنتم بخير. تعودتوا معانا إن في عندنا كل يوم ضيف مميز. اليوم عندنا ضيفة اختصاصها مو تمثيل ولا غناء، اختصاصها إذاعة تلفزيونية. معانا مذيعة جدا جميلة، جدا متألقة، متميزة بأدائها، ونرحب بحليمة بولند. يعطيك العافية. اهلا وسهلا فيك وتحياتي لك ولقناة فنون، سعيدة كثير بوجودي معك اليوم في هالشاشة المتميزة فنون. زين حليمة، السؤال جدا مهم. يقال ان حليمة بولند مغرورة. الله. ويقال ان هي ليست مغرورة بل تتصنع الغرور لغرض ما. شو انت تتصنع الغرور؟ ان انت انسانة طبيعية جدا. ماشي؟ يعني انا متواضعة بس اسوي نفسي اني مغرورة. بس تسوين روحك مغرورة، هذه الشغلة الثانية. ويقولون اصلا ان انت طبيعتك مغرورة من الله يعني. فشنو ردك؟ اولا انا مؤمنة بشيء، اكون صريحة معك، ان الغرور بداية الهلاك وبداية النهاية. بداية السقوط للهاوية. عمري ما أفكر أنغار على الجمهور اللي صنعني لسبب بسيط، إن لولاهم ما كانت حليمة بولند اليوم، لولاهم ما صنعت نجوميتي، لولاهم ما حققت كل شهرتي وانتشاري ونجاحاتي. فمتى ما انغريت على هالجمهور اللي صنعني واللي خلقني من لا شيء، طبعا هذا أكيد بعد فضل رب العالمين طبعاً. فهي بداية النهاية لي وبداية انتهائي كنجمة جميل. في مجال الإعلام. بس ما عليه، سامحيني حليمة، ردت فيه شوية غرور. ليش؟ انت شفتي نفسك؟ يعني انت قاعد تقولين انا وانا وانا وانا، ردك كان فيه شويه غرور، هل هذا صحيح؟ لا انا ما اقول انا وانا، انت بالعكس قاعد تسالني، بصراحه انا قاعد اقول لك الناس هم اللي يصنعوني، اما قضيه انا وانا ما انت قاعد تسالني عني انا، يعني قاعد تسال عن شخص غير موجود بيناتنا. زين حليمه، الحين راح اذكر لك اسامي. تقولين رايك فيهم بكلمتين. اوكي. ماشي؟ نبتدي اول اسم. نبدأ. أمينة شرح. الله، ما في كلمة تعبر عن هالعملاقة الكبيرة، هالسندريلا، هالأسطورة، هالإعلامية الرائدة أمينة شرح. وجه لها ألف تحية، وإن شاء الله تكوني بصحة وعافية يا رب. المذيع والأستاذ ماجد الشطي. الله، طبعا باع طويل وخبرة كبيرة في مجال الأخبار، تمكن حرفي، تمكن إخباري واضح. يعني أنت قاعد تسألني عن ناس شاهدتي فيهم أصلا ما هم محتاجينها، لأن مش أنا اللي أقيمهم ولا أنا اللي أعطي رأيي فيهم، أنا محتاجة رأيهم فيني، مش هم اللي محتاجين رأيي فيهم. الأستاذ الخبير تيمور لينك. شنو رايك فيه؟ شنو هذا؟ شنو؟ تيمور لينك؟ كمان يلا جد كمان؟ هذا دقيقة مذيع جديد؟ لا هذا ستوب الشخصية التاريخية هذه ما تعرفين؟ إيه أوكي، بس دخل الحين أمينة الشراح ومجد الشطي فجأة ليش لي تيمور؟ لا يعني أنت ما تعرفين تيمور؟ قولي ما أعرف تيمور. لا أعرف أكيد، شخصية تاريخية معروفة، بس إنه أقصد تسلسل الأسماء إنه إيه ما في، أنا قاعد أقول لك أسامي. إيه أسامي، قلت لك أسامي، ما قلت لك إعلاميين. خلاص أوكي زين، إحنا وقفنا محمد ها؟ يلا محمد وقفنا. لا أنا استغربت إنه يعني توقعت قاعد
يلا انت دشيت عارض بموضوع مختلف تماما كومبليتلي يعني، فهل لا ما فيها شيء، ما فيها، ما عليه. اوكي عادي، وقفتني حليم محمد. اوكي اوكي محمد، عودة مجددة مع المذيعة حليمة بولند. انزين نستكمل اسامي حليمة، قلنا الاستاذ المهندس تيمور لينك. طبعا شخصية لا استغفر الله، يقول ليش الاستاذ تيمور؟ انا ما ادري، شخصية عادية يعني، ما ادري. لا لا هذا استاذي اصلا، لا فضل علي صراحة. انت برنامج فكاهي ولا شنو؟ فكاهي لا، احنا يا ياي شرب ياسر حليم، ترى ياسر زين مفيد. لا لا كمان، لا جد يعني خلينا نتكلم سيريسلي جد شوي، انه شنو تيمور لينك؟ شنو يعني ايش دخل الحين تيمور لينك؟ هذه مو شخصية، شخصية تاريخية اوكي وقيادية، ولا واكيد لا بعد تاريخي، بس ايش دخل بموضوع امين الشراح وماجد شطي؟ اوكي اوكي، ايش رايك يعني بعد شوي بتقولي شجرة الدور بعد يعني ايش دخل؟ خلاص اوكي نغير نغير. انزين يلا anyway كمل عادي، اتس اوكي يلا تفضل اسال. انزين الحين راح نقول اسامي ثانية، يلا تفضل. شنو يعني لك الحب؟ انا اشوف اسمى انواع الحب، حب الله اولا، حب الوطن ثانيا، جميل، وحب اسرتي ثالثا. انزين باكر، باكر احدى الاكلات الشهيره. شنو ثاني حليمه بولند؟ لا والله مو وايد اكلها. موش اكلها كويتيه معروفه. انزين لحظه كمان يعني ان شنو الاسئله بالله يعني يبيني مقابله باكر و شنو؟ ما فيها شيء. لا 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 بليز، انا يوميت قالوا لي ان اسئله هادفه واسئله لها قيمه يعني، انما انا مش هي اتكلم عن باكر. محمد بس دقيقه تطلع لنا لو سمحت. اي لا بليز محمد، ما عليك اطلع لنا بس لو سمحت. انا جد الموضوع محمد اطلع، محمد اسفاف كثير واسفاف. مشكله احنا ما تدرين شنو، انه ما اعطاني اسئله، انا قاعد ارتجل من عندي، قاعد اطلع اسئله من عندي. لا ارتجال باكر ومواش من صدق، ما هذه بعد هبه الصيف بقى شو اسوي؟ لا 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 زين خلاص اوكي ننتقل على لا لا اول شيء بليز انا بشوف الاعداد، انت قلت لي الاعداد اسئله عن مشواري الاعلامي، عن محطاتي، عن المهرجانات اللي شاركت فيها، عن تكريمي في المهرجانات، ما عليك كل هذا كله. خلاص محمد هذا كله راح، انه مش اسئله سخيفه، انا ما اقبل اطلع للناس بهالصوره تافهه يعني. اوكي لو شنو ياكل الفنان بس مش شايف كله كله، ان شاء الله بالمونتاج، ان شاء الله بالمونتاج. فجأة من امينه الشراح ينتقل لي لتيمور لانك بعدين جحا، لا كمان يعني محمد اسئله ايش الاسئله هذه؟ قلت انك انت حلوه صدق عاد اي لا بس انه لا بس انت تعاملتي انه فعلا جحا ينكت نكته حلوه جميله. لا خل نشوت خل نحاول تيمور لينك. طيب ما عليك اوكي اوكي، ليش يعني مشغوله؟ ممكن نخلي الحوار يوم ثاني؟ لا خلاص احنا بس باقي لنا خمس دقائق، خمس دقائق بس وراح ننهي الموضوع. خمس دقائق، خمس دقائق بس حليمه وننهي الموضوع. خمس دقائق احنا كل هذا ما راح يطلع معنا. راح نجلس اللاعبين، تعرفينهم؟ اللاعبين يمكن تعرفين بشار بس. نعيم سعد كورة وعارف اللاعبين بس انه نعيم سعد ماني لاكن محمد نعيم مفتاح زين خلاص محمد خلينا نشوف خلينا نشوف خلاص خلينا نشوف خلينا نشوف اسمعني هو شوف هي المشكلة انا اصلا اعتذرت من هالبرنامج، برنامج صراحة سخيف المشكلة لا هو واضح صراحة لا فعلا انا المشكلة بس المعد جبرني. يلا اوكي اوكي ما عليه يلا محمد. زين ما راح نسأل عن نعيم سعد اوكي، ننتقل على وراء بليز اسئلة تكون هادفة ما اعرف ايش لو سمحت يعني. لا 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 تحترمين وجهة نظري؟ اكيد احترم كل وجهات النظر الايجابيه منها والسلبيه. الله يسلمك حليمه، انت يا براين انت مذيعه لا تصلحين لولا شيء الا التقديم التلفزيوني لانك متالقه. شكرا. زين تحترمين وجهه نظر الناس؟ اكيد احترمها اكيد. خلينا نشوف الناس، خلينا نشوف يلا محمد. اول ما اشوف على القناه على طول سكت التلفزيون واخر عنه حتى ما غير القناه. ليش؟ صنع دلع ماسخ ملاغة كل الكلمة مو زينة تقريبا. ما بحبه. ليش هيك؟ ما بحبه انه ما بحب ستايله، ما بحب صوته يعني. هو بس صوتها يعني مسبب لك ازعاج؟ ايه لانه بحسها كتير بتقلد يمنى شري. والله ولا شيء، ما تتكلم عدل ولا بيزة. شلون يعني ولا بيزة؟
تدلع وشي شيء ما يترس العين. يعني هل في شيء انت شفته ما عجبك؟ ولا في شيء بيعجبني بصراحه. بصراحه بصراحه بصراحه. اوكي، من غير زعل. من غير زعل. حليمة بولند، من رأيي أنا لو تهد الميكروفون كمذيعة وتروح تمثل في مسرح الطفل وايد راح تكون ناجحة، هذا رأيي أنا. دلوعة وايد وما أحب دلعها، وكلمتها بأمي أبي أبوي ما تعجبني. ما أدري، ما دلوعة، ما يعتمد على شكلها هي، يعني يمكن الرجال يحبونها، احنا الحريم لا، بالنسبه لنا احنا لا. والله من ناحيتي يعني تكرارها على البرامج نفسها لو احسن انها تعتزل مره واحده. عوده مجدده اعزائي المشاهدين مع المذيعه المتالقه حليمه بولند. حليمه، بعد اللي شفناه شنو ردك؟ لا لا، يعني شنو انه يحبونها الرياييل وما يحبونها الحريم؟ لا يعني احنا تعتمد على شكلها ودلوعة وايد وتشتغل مسرح الطفل. يعني انا اشوف يمكن فيها جوانب ايجابية، ويمكن مبدأ ان اعتمد على شكلي، فالحمد لله. يعني اولا الجمال نعمة من رب العالمين، وان كوني يمكن اهتم بازيائي وبشكلي هاي نعمة من رب العالمين. كون الاطفال يحبوني هذه ايضا نعمة من رب العالمين، وبالعكس انا افتخر فيها. حتى يعني حتى انا اتمنى اقدم فعلا برنامج خاص بالاطفال من كثر ما لي جمهور كبير بالاطفال. قضية الدلع انا رديت عليها مرارا وتكرارا وقلت ان هذه تلقائيتي وهذه عفويتي. في النهاية والله احترم كل وجهات النظر وشكرا له ومرسي. يعني زين حليمة، ننتقل للسؤال الثاني. أصدقاء المذيعة حليمة بولند منو؟ أقرب ثلاثة لي بالدنيا بابا وماما وزوجي، وعندي أكيد صديقات كثار. يعني عندي صديقات من أيام الروضة والابتدائي والمتوسطة والجامعة، وصديقات الحين يعني ما شاء الله صديقاتي كثار، بس يمكن بظروف عملي يعني ما أقدر أتواصل معاهم دائما، بس أكيد دائما نتكلم بعض. زين، هل إحنا نبي بالمجال الإعلامي أو بالوسط الفني؟ كلهم زميلات للأمانة. كلهم كلهم أبريت إيد بإيد. شنو اشتغلتي فيه؟ طبعا سوينا أغنية خاصة للمعاقين، للأطفال، للتوحد وللمعاقين ولذوي الاحتياجات الخاصة. أنا ما أفضل كلمة معاقين، أفضل ذوي الاحتياجات الخاصة. كان دوري أني طبعا أديت مش غنيت، أصلا قلت على طريقة كلامي العادية. يعني الشيخ داير الخليفة طبعا أوجه له كل الشكر والتحية. يعني أنا تعاملت معه وكان دكتاتوري معي في أحد الأعمال. يعني لا، يعني أمورك الخاصة مع هذا أمر ما يعني. زين، هل في بينك وبين شيء مثل شنو؟ مشكلة، خلاف؟ لا. زين، إحنا في نفس البرنامج استضفنا الشيخ الشاعر داير الخليفة وخذينا جزئية صغيرة كذي، خلينا نشوفها. أوكي. زين، على طاري حليمة بولند، شنو علاقتك فيها وش رايك فيها مثلا كمذيعة؟ تبي الحق ولا ولد عمه يعني؟ لا، ابي بصراحة تامة. احنا طبعا احنا اتفقنا برنامجنا وجهة نظر، احنا ما نبي الا الصراحة. الامانة حليمة وجه جميل، يعني تتمتع في جمال الصوت وجمال الشكل. اما كمذيعة اعلامية اعتقد انها خذت اكبر من حجمها، يعني يمكن الإعلام دعمها، يعني كان فتاة صغيرة وكذي، فأخذت صيت أكثر من اللي هي مفروض تكون فيه. أنا حليمة أعتقدها بس شكل جميل، يعني تصلح تكون أغلفة مجلات أو يعني للإعلانات أو الأشياء المحببة حق النساء. أما كإعلام، وجه إعلامي وحضور، أعتقد أنها يعني لم تنجح. أنا كشاعر وفنان وإعلامي أحس أنها حليمة خذت أكثر من حجمها. الشاعر داعي الخليفة بصراحة تامة، في بينكم أنا خلاف؟ لا والله بالعكس، أنا حسيت من كلامك. لا، أخت عزيزة، يعني بالعكس، يعني أخت عزيزة وأنا أقدرها وأحبها وأحترمها جدا صراحة. بس يعني حتى يوم سوينا الأوبريت، يعني أنا عزمت الفنانين، اتصلت فيهم، بس فاجأت أن حليمة موجودة من ضمن الموجودين، فصراحة انحرجت. يعني استحيت، خاصة أنها كانت موجودة وحاضرة قبل الفنانين اللي يحضرون،
وكانت احد الجهات اللي هي دائما هذا الاوبريت كانت هي طالبه مني المشاركه، فوافقت على مضض يعني. لا ما صار، لا وتركت اثر سلبي من العمل هذا اللي قاعد نشوفه ككتاب وتلحين. بس اعتقد انه يعني حليمه كانت مغصوبه علي او مفروضه علي نقدر نقول. انزين شنو عيوب حليمه انت شايف بصراحه تامه؟ يعني هي حبوبه وقريبه النفس، بس انها يعني قاعد تسترك نفسها لمين وايد، شنو حاسه انها خلاص بعد يومين ثلاث راح تحترق. فاعتقد هذا الشيء يسيء لحليمه بولند ولمشوارها الاعلامي. فاعتقد ان يعني فترتها راح تكون بالاعلام قليله وليس طويله. هل تشوف انها هي تتصنع؟ انا بحكم علاقتي وياها اعتقد يتصنع لها دور كبير في حياتها، يمكن تصنع وايد، يمكن الدلع هذا اللي فيها يمكن هو دلع بنات صدق، بس اوفر عند حليمه بولند. شارد عيال خليفه شنو تنصحها؟ والله اقول حق حليمه تتجه خط ثاني غير الاعلام، تقدر تكون تفتح لها مشروع، كونت لها اسم قوي، تفتح لها مشروع عطورات او محل ازياء باسمها، تستغل شهرتها اللي قدمتها، لان اذا استمرت في هذا المجال الناس راح يملونها او انهم راح يكشوا منها يعني للامانه. يعطيك العافيه حليمه. الله يعافيك. هذه مقابلة سويناها مع الشيخ شارد عيال خليفة. أولاً أنا أوجه لك كل التحية، أشكرك كثير على الكلام اللي قال عني. موقف لا أحسد عليه. اسمح لي شيخ دعي أن كلامه عار تماماً عن الصحة، قضية أني مغصوبة بدليل أن أهم طلبوا لي للأوبريت وأنا هالكلام قاعد أقوله عبر شاشة التلفزيون وأنا واثقة منه كل الثقة، وهم طلبوني وأنا ما كنت مغصوبة، وقضية أن أنا كنت موجودة قبل الفنانين. بالعكس أنا تفاجأت، كنت ببيروت جيت خصيصا عشان هالأوبريت، ولو شفتوا الأوبريت يمكن كنت داشة متأخرة آخر واحدة داشة، وأعلنها المنسق الإعلامي جمال عدواني على قناة الراي لما طلع قال حليمة رغم ظروف عملها الكثيرة لأنها تواجدت في اللحظة الأخيرة، والمذيعات ذكروا هالشيء، وأنا ذلك احتراما لجمهوري أولا واحتراما للمعاقين ولذوي الاحتياجات طبعا الخاصة. أولا أشكرك كثير، لكن أحب أقول له شغلة إن أنا ما كن لك إلا كل احترام وتقدير. ما أقدر والله 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 خصم علي والله مجبور والله مجبور والله. ثانيا إن قضية إني احترقت الحمد لله، يعني لو تسألون أكبر شركات الريتينج أكبر نسبة اتصالات كبرامج وأكثر نسبة SMS هو برنامجي، ما كانت أخذتني روتانا وما كنت حاليا قاعد أقدم أقوى برنامج ويحمل اسمي ألو حليمة. شكرا لك وشكرا لكل الانتقادات الجارحة. حليمة كنت مجبور وانطيني والله ما أتجرى أقولها، بس أنت يا أخت عزيزة وأحبك حيل واحترمك وأفضل مذيعة بالخليج، بس هاي كنت أنا مجبور والله. هي بشيء بطلع لك راح اعرفين السر يعني. سبحان الله سبحان مغير الاحوال، يعني ما توقعت انه بيقول عني هالكلام، بس اريد اقول لك انا احترمك كثير وبس وشكرا لك. الحين حليمه مخرجه محمد زنكي ومحضر لك مفاجاه صغيره، بس اتمنى انها بعد يعني تتمالكين اعصابك نوعا ما فيها بعد شغله صغيره كذي. تفضل محمد. تحيه حق مثل الكويت حليمه. لا بصراحه هذا كان مغلب من تدبير المذيع والمخرج، بصراحة أنت مذيعة ناجحة ومشرفة أي تلفزيون تطلعين عليه، تحياتي. هاي حليمة سوري أنا بحبك كثير بموت فيك ينينين. سامحينا حليمة أنت خوش مذيعة، بس الجماعة قالوا اللي قلت لي. سوري حليمة ترى هم اللي أجبروني. حليمة سامحيني، هذا كان مقلب من المذيع والمخرج، أنت جدا رائعة جدا مذيعة متألقة وأنا آسفة. أنت مذيعة ناجحة يا حليمة، وأنا معجب جماهيرك وما شاء الله عليك، وأتمنى أنك تتوفقين زيادة وزيادة، وهذا مغلب حبينا نسويه فيك. مشكورة حليمة حبيبتي، أنا حبيت أعتذر لك، بس المذيع والمخرج هم اللي طلبوا مني كذي، وأنت بصراحة مذيعة ناجحة جدا جدا جدا، وكل عام أنت بخير. شكرا. والله انا كنت متوقعه، يعني مش معقوله ان كل الاراء سلبيه فيني لهالدرجه، لان اللي قاعد تلمسها في الشارع وبين الناس وبين العالم. بس في شغله مهمه تفضل.
راح نطلع الشاشة الحين ماشي، في مفاجأة. يلا محمد توكل على الله. الله بالخير. خير هلا والله. والله 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 مذيعة الكويت والخليج الأولى، وأنا كنت مقصوبة لهالشيء. لا لا مستحيل. للأمانة أعلنها قدام الكاميرات، أنا أي أوبريت أكتبه أي أوبريت، الشرط الوحيد والأول أن تكون أول واحدة موجودة حاليًا. وأنا يوم طلع كلام للحين أرجف ودي أطلع، بس اليوم ترى وأنا أقول هالكلام وأنا أنا مستروقة للأمانة. طبعًا هذا مقلب. أنا قاعد أقول يعني لا مستحيل. يعني لك الفضائيات الحين أرجف ترى مو أنا. أنا انتبهت هالكلام، ويوم سجلنا الحلقة قاعدين شي ستة، وأنا يوم نبي ها داي ها، يوم دخلت داخل قلت ما أقدر طلعوني، قال لا الحلقة تمشي بروتي ترى مو أنا، أنت مذيعتنا الأولى والقديرة. وأنا طلعت أحترمك وشهادتنا فيك مجروحة، أنت سفيرة أفضل سفيرة للكويت في الخارج. طبعا احنا من عشاقك ومتابعينك، وأنت زميلة عزيزة وهي تشرف فيك للأمانة. على حليمة يعطيك العافية. يعطيك العافية حليمة. طبعا أنت كنت ضيفة جميلة جدا معنا في برنامج مو وجهة نظر، برنامج اسمه حيلهم بينهم. أنا كنت حاسة في شيء، ما هو الأسئلة باكرة وأنت ما لحقت على باكرة وموش.